يا سلام يا سلام يا سلام، مع هذه اللحظات الشاهينية في السيطرة، سعادة فريق مصبح بن راشد الفتان، وهنا صاحب المضمرين يعلن وجود عوايد، يتواجد مع عوايد من تعلمت العوايد، وهناك عودة للظفرة، عودة للظفرة، الظفرة الظفرة واليافل والتحدي الثلاثي، النهاية الله 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 الله، الظفرة ظفرت الظفرة ظفرت الظفرة، يفلت اليافل، هناك العوايد على المركز الثالث، ولكن خط النهاية هنا ينتظر ينتظر الظفرة 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 ظافر الظفرة ظافر هذا الشعار. تهانينا والناموس عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري على هذا الفوز. المركز الثاني اليافل، حمد الضعيف بن غدير المركز الثالث. هي ايضا انطلاقات حائل هنا الشامخة على المركز الثاني، سالم بن حمد بن زفنة العفاري الشامخة وصلت وصلت الشامخة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الشامخة ولا حايل الشامخة ولا حايل الشامخة، السفير هني سفير الأصالة واصل واصل واصل، سالم بن حمد بن زفنة العفاري، يا سلام يا سلام يا سلام، فوز مستحق، والشامخة هنا تطير بهذه اللحظة وهذا السلام من هنا من هذا الميدان ميدان المرموم. سلام سلام يا سفير الأصالة، تهانينا والناموس سالم بن حمد بالزفنة العفاري على هذا الفوز والانتصار. سلام ابو حمدان سلام. المركز الثاني وصلت حائل محمد بن خير بن عزيز الشريفي. مسيطر حتى هذه اللحظات، اتجاه اتجاه سليم، اتجاه صحيح الى المنصة الرئيسية والى خط النهاية والى الفوز والى الناموس. ها هو لطام تشاهدون على شاشة التلفزيون للسيد عمر بن سعيد بن بروك الحميري المركز الثاني، رداع رداع للسيد عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. يا سلام، المعركة شديدة، المعركة طاحنة، السلامات إلى أهالي منازف، سلام سلام عليكم يا أهل مدينة العين، وأسعد الله مساكم يا أهل منازف، تهانينا للسيد عمر بن سعيد بن بروك الحميري على فوز لطام بالمركز الأول. المركز الثاني رداع للسيد، شوط قوي شوط قوي، ما بشوط زمولها، شوط جعادين طيور طايرة على أرضية ميدان المرموم. يا سلام يا حجام، حجام بدأ يحلق على أجواء ميدان المرموم، ها هو حجام للسيد سالم بن سيب بالكليب الاجتبي. يا سلام، مليح عنده كلام ثاني، مليح للسيد عمر بن سعيد بن بروك الحميري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، والذيب الذيب، هجام 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 هجام، هجم هجم كعوايده، بنقول سلام سلام عليكم يا اهل المدام، ونخطف على اهل الهباب ايضا. تهانينا للسيد سالم بن سيف بالكليب الجتبي على فوز هجام بالمركز الاول. صاحبة المجسم على أرضية هذا الميدان تعرف هذا الطريق، وفي قطر كذلك سيف سيف الأمير بالفعل. هنا مشاهدين الأعزاء، هذه بيان في المركز الأول، في المركز الأول في صدارة هذا الشوط، تبتعد عن المشاركين، لكن هناك ملاحقة وحيدة أصبحت الآن مع هملولة سعيد بن ناصر الفزيرة المري من يتواجد في المركز الثاني، ولكن بيان بدون أوامر بدون أوامر الآلي محنط تماما على ظهر بيان، وهي في المركز الأول لتهدي مالك منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين الفوز والناموس في أرضية هذا الميدان، ومشاركة في هذا المساء أكيد بلا شك ستكون فعالة مع وجود بيان. تهانينا والناموس المركز الثاني، هملولة لسعيد بن ناصر الفزيرة المري المركز الثالث. بأن حاضر في الختاميات، حاضر بالمنافسات، اللي عنده حايل يستعد له ولا يخر عنه. هذه إعلان صاحبة السيوف، صاحبة السيوف لمنصور بن محمد بن منصور
آل سيف الخيارين. هذه مشاهدين الأعزاء صائدة الرموز هنا في هذا المساء تشارك بمشاركة مشرفة مع ثاني انطلاقاتها، واللي تسجل أيضا النقطة الثانية لصالح هذا الشعار، شعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. ما شاء الله تبارك الله، إعلان واللحظات الأخيرة، الوثبة الوثبة وإعلان، ولكن إعلان مشاهدين الأعزاء تفوز بالسباق هذا الشوط الثاني والناموس المركز الثاني الوثبة لسالم بن حمد بن زفنة. بس عقال السبق المنقوس هنا ما شاء الله، ها هو مياس تشاهدونه على الصدارة على المقدمة على المركز الأول للسيد محفوظ بن خميس لنبي من يسيطر بهذا الأداء، ومشكور يا أبو حمد، مشكور على هذا الأداء الجميل أيضا هايل، مشكور على الأداء الذي قدمه هنا مياس في الصدارة في المقدمة في المركز الأول. سلام العاصمة، سلام للعاصمة أبو ظبي، سلام على هذا الأداء الجميل لقدم مياس. تهانينا لسيد محفوظ بن خميس لنبي ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس المركز الثاني، ويأتينا شكلان نجاب بن حمد بن قناص العامر المركز الثاني. قدمة المركز الثاني وياتي اليذاب على المركز الثاني، اليذاب المحفوظ بن خميس لنبي من ياتي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث المركز الثالث وياتي ملفت في المركز الثالث، ملفت على المركز الثالث ولا لسيد هنا سالم بن سيف بن علي بن كريب، ولكن سلام سلام نزوة سلام سلام نزوة سلام على هذا الفوز الجميل. تهانينا والنام للسيد راشد بن علي بن عبيد بن غدير الكتبي على هذا الفوز الجميل، الناموس أبو راشد على هذا الأداء ولحظة وصوله إلى خط النهاية المركز الثاني، اليذاب محفوظ بن خميس نبي المركز. الشوط المحليات في الشوط الاول في المحليات في الشوط الاول عنده هذا الشعار وهذا التألق الجميل، وهذا اخر اشواطنا للمحليات للمحليات وهو التاسع، ولكن بن كليب مع طماع يا سلام طامع في نيل الفوز، ولكن الظفرة مع الاعصار القربي مع هذا التألق مع هذه الروعة مع هذا الانطلاق الجميل، يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام. تهانينا عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، سلام الغربية سلام في هذا المساء في هذا الانطلاق، سلام من المرموم من دار الكرام في هذا الانطلاق. تهانينا عبد الله بن محمد بن زايد المركز الثاني طماعة لسيف. شواهين والشعفة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شواهين سعيد بن سلطان بن مرخان على رأس حربة هذا الشوط، الشعفة كذلك من الأسماء الذي قدمت الكثير، يا سلام صالح بن محمد بن نصر العامري، شواهين من جانب اليمين، شواهين والشعفة قادمة، وشواهين مصرة على البقاء في هذا الموقع، سعيد بن سلطان بن مرخان، الله 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 الله، الأمتار الأخيرة نار المنافسة مشتعلة لازالت، ولكن شواهين الأقرب، شواهين سعيد بن سلطان بن مرخان، سلام مرقم سلام سلام سعيد بن سلطان بن مرخان على فوز شواهين بالمركز الأول. الشعفة قدمت أداء كذلك جميل. من يتابع انطلاقة مهيب بناموسي هذا الشوط ومع المركز الثاني أرهني شاهين لسهيل بن حمد بن محمد العامري ينطلق مع المركز الثاني، ولكن مهيب يتجه اتجاه سليم واتجاه صحيح إلى خط النهاية. يا سلام يا سلام يا سلام، يبي يضيف النقطة الثانية في هذا المساء الجميل. تهانينا محفوظ بخميس اللي نبي مع الأداء الجميل اللي قدمه مهيب
وسلام، سلام يا العاصمة سلام، مع الأداء المتميز اللي قدمه مهيب. تهانينا لمحفوظ بن خميس النبي على فوز مهيب بالمركز الأول. المركز الثاني شاهين للسيد بن حمد بن محمد العامري، ومع المركز الثاني اللحظات الأخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام، الشامخ بناموسي هذا الشوط، وبدأ ينفرد، بدأ ينفرد، بدأ يغادر بناموسي هذا الشوط. تهانينا من هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام لجمال بن راشد بن خليفة بن كاسم على فوز الشامخ بالمركز الأول، وهو ينفرد بناموسي هذا الشوط. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لجمال بن راشد بن خليفة بن كاسم على فوز الشامخ بالمركز الأول. لحظات وصوله واقترابه إلى خط النهاية بدون أي منافس، بدون أي منازع، يصل إلى خط النهاية. تهانينا لجمال بن راشد بن خليفة بن كاسم، بينما اللي وصل في المركز الثاني